تشهد بغداد منذ فترة طويلة انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، فالحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 30% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الكهرباء، بينما يتولى أصحاب المولدات الخاصة توفير النسبة الباقية للمواطنين لقاء مقابل شهري. محمد حميدة من بغداد وتفاصيل. أينما تمشي في شوارع بغداد تجد هذه الشبكة العنكبوتية التي تربط المنازل بعضها ببعض. هي ليست زينة، هي أسلاك كهربائية ممتدة إلى المولدات الكهربائية التابعة للقطاع الأهلي، وهو قطاع غير منظم، حيث تصل الكهرباء لأهل بغداد في حدود من 6 إلى 8 ساعات يوميا، وهو ما يضع عبئا على كاهل المواطن العراقي. هذه الأسلاك الكهربائية الممتدة لا تفرق بين منطقة فقيرة كهذا أو متوسطة أو غنية، الكل يعاني من شح الكهرباء. والله احنا الكهرباء كل 4 ساعات 5 ساعات تجي ساعة واحدة، يعني انت بعدك ما مشغل الثلاجة، ما عندك مي بارد، انطفت الكهرباء. اكو ناس فقراء متقاعين يعني يقللون لقمة العيش على مود يعطون الكهرباء في المولدة. العالم ده يسوي على الطاقة النووية، ده يسوي على الرياح، ده يسوي على الطاقة الشمسية كهرباء، واحنا بلد البترول الأول بالعالم. بلد البترول الأول بالعالم كهرباء ما بي، مو عيب، ما يستحون. 10600 مولد كهربائي خاص في بغداد وحدها لتمدها بالكهرباء وبالتلوث السمعي والبصري والبيئي. أصحاب هذه المولدات يحصلون على الوقود من وزارة النفط بسعر مدعوم 400 دينار لكل كيلو فولت واحد. اشتراكي شهر ب 24000، زين، وذاك الشهر كان 15، هالشهر سويناه 20 لان غاز ماكو، زين، والسوق سوداء، صعدوا الغاز صار 1,200,000، فصعدنا سعر الامبير. انتاج الكهرباء لا يغطي في معظم مدن العراق 30% من الاحتياج الكلي، والباقي ياتي من المولدات الخاصه. الاسباب حسب وزاره الكهرباء خروج بعض المحطات عن الخدمه بسبب الحرب، ضعف المحطات القائمة وشح الوقود. بغداد تحتاج إلى حوالي 5000 ميجا واط ونص، الخطوط الناقلة لم تستطع أن تنقل أكثر من 3500 ميجا واط. خبراء في الطاقة يقولون إن بغداد لم تطالها يد التنمية الحقيقية لتمس حاجات المواطن، بالرغم من تعاقب الحكومات منذ 2003 وحتى الآن. السيد الوزير كانت له رؤية أن يطرح موضوع، هو أن تكون الجباية من خلال أصحاب هذه المولدات تشكيل شركات بسيطة صغيرة تستثمر قطاع التوزيع داخل بغداد وبقية المحافظات، والآن نحن بصدد هذا المشروع، أن تكون وزارة الكهرباء تبيع الكهرباء لأصحاب هذه الشركات المولدات، وهم بدورهم يبيعوها إلى المواطن، والجباية تكون على هذه الشركة. وزارة الكهرباء ستتخلى بموجب هذا المشروع عن توزيع الكهرباء لأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، ويرى خبراء أن المواطن بهذا سيخضع بعقد إذعان تام لصاحب المولد الكهربائي الخاص في منطقته، وليس من ضمانات لجودة أو أوقات وصول الكهرباء، ولا يوجد ضمانات للأسعار، ولتظل هذه الأسلاك ممتدة إلى الأبد دون تطوير أو تحديث، ربما شاهد على كم المعاناة التي يلاقيها العراق ومواطنيه. محمد حميدة، BBC بغداد.